السلام عليكم. دلوقتي نشوف نضيف بعض الحاجات الفرنتشر. دلوقتي هنبدأ نرسم بس بعض الحوائط. أقول لكم مثلا حوائط أهوت، وممكن نعمل حوائط مثلا يفصل بين هنا وهنا مثلا أهوت، ومن هنا لهنا أهوت، وقول مثلا نضيف باب أهوت. بعد كده هروح هنا للفرنتشر واقول له مثلا عايز الشاور اهوت، تقدر تحطه بقى هنا مثلا، وتقدر تقول له مثلا عايز احط سينك هنا اهوت، حوض مثلا. تقدر تغير الابعاد زي ما انت عايز والمعلومات بتاعته زي ما انت عايز اهوت، وممكن تقول مثلا عايز احط كواليتي. الشكل دوت ممكن تقول له مثلا انا عايز احط مثلا يعني زي حاجة تحط فيها الحاجات بتاعتك، الادوات بتاعتك. تقدر تقول له انا عايز احط كابينت تول تقدر تقول له انا عايز احط تول كابينت فاميلي بسيطة بتقدر تحطها. عايز احط مثلا تيبل والكاس بتاعتها. كل واحدة من دول لما تيجي تحط بيبدأ يجيب لك مكتبة كاملة، تقدر تختار الأشكال اللي أنت عايزها اللي أنت شايف إنها مناسبة ليك حسب إمكانياتك حسب الفلوس اللي معاك وهكذا. ورك شيرنج، ورك ستيشن، ممكن تيجي بقى تقول له أنا عايز أشوفها في 3D دوت اهوت.